اهلا، كيف داير المتابعات ديالي الفنات الغزالات كاملين المهمات ديالي؟ توحشتكم بزاف بزاف مع فيديو جديد ان شاء الله. ايوا اختي دنيا بدات معكم، اختي دنيا بدات معكم فيديو من الصباح. اختي صراحه البنت هنا خارجه مع 7 ديال الصباح، خرجت المهم كان عندي واحد الغرض هكا في ليديك ديال الظلمه، وخرجت بكري البنات، ما فطرنا ما والو، غير حليت عينيا لبست حوايجي خرجت هكا نقضي الغرض. وتخيلوا البنات انني مشيت اللي ديك وداك الشيء، المهم صافي حتى قلت راني حليت المشكل وخلصت هذاك الشيء، واخا المهم غتفهموا بزاف الحوايج. وملي رجعت عاوتاني هنايا قلت بغيت نشرب غير كويس ديالاتي، سولت هكا الناس هكا في الطريق ملي كنت جايه، قال لي راه كاينه هذه وهذه البنات كاينه في عين السبع، ما عرفتش شنو سميتها. المهم دخلت قلت لهم عطيني براري ديال اتاي اختي، بعدا غير نعتقل نروح. وجلست حدا هذا المنظر الزوين البنات وقلت نبارطاجيه معاكم. هنا حتى كاينين الفيلات وكاينه اتقداو، كاينه كاينه اتقدا، وكاينه كاينه مروه، كاينه المهم هاد البلاصه زوينه اتقدا اللي في عين السبع. ايوا اختي دخلت، ماشي بالضرب باش يكون لاباس عليك، والله الناس عاديين جالسين، ناس عاديين جالسين هذا، والمنظر زوين والكراسي فنين والطبيله واعرين الطبالي فنين. المهم اختي ما تدوش عليا، ها انت اختي شوفي داكشي غزال والله الا غزال، واخا ديك الفقصه دازت عليا اليوم، ولكن الحمد لله ملي كتشوفي شي منظر زوين كتنساي. نقول لكم واحد الكلمه البنات، قال لك راه مثلا حنا ملي كنخرجوا ندورو، مثلا كانت مثلا كديري واحد النهار كتخسري فيه واحد المبلغ ديال الفلوس، تقولي غادي نمشي للبحر انا ووليداتي، قال لك راه ماشي كتمشي دوري، لا هذاك راه دواء للنفس، راه بحال الطبيب ديال النفس ديالك، كتحاولي انك تشافي راسك، فهمتوا؟ ماشي كندورو ولا هذا. صافي البنات جيت جلست تشوفوا بنتي، قالت لك بغات تلعب، قالت لك بغات تلعب واخا الصباح مسكينه وبقى دايخه بالنعاس، قالت لك عافاك ماما ما حدك جبتينا نلعب شويه. المهم البنات انايا المهم داو ليا البارح، نشوف البارح امتى، البارح ثلاث، البارح ديال ثلاثة البنات داو المكانه ديال الظلمه. صراحه خصني نهضر في هذا الموضوع لان كاين بزاف اللي ما كيفهموش هذا، كيف ماشي ما كيفهموش، كان المتبعات ديالي راه عارفين كلشي، كاين اللي جات عندي كاع للدار، كاين اللي انا الحمد لله انا صريحه وصراحتي كتخرج عليا بعض المرات صريحه لواحد الدرجه اللي فوق فوق من الخيال، اللي فايت العفويه اللي هي كنقول كلشي، كان اي حاجه في حياتي كنقولها حيت الحمد لله صريحه، علاش غنبقى نخزنو هذا؟ فدابا المشكل بس كيبقى يتقطع الظلمه، كيقول باش واش ما كتخلصيش الظلمه، لا كنخلصها البنات، انا مواظب وكنخلص الظلمه بوحدي، كتجيني بعض المرات 500 درهم، كتجي بعض المرات 300 درهم، راه هادشي ما كنبغيش نتشكى عليكم حتى انا، راه فيا ما نبقى نقول لكم راه شوفوا البنات جاتني وانا ما عنديش، وفعلا انا البنات كنخلص داك الظلمه وكنبقى داك الشهر بلاش، كنبقى جالسه ونشوف بنتي وتشوف فيا، كنقول الحمد لله على كل حال، وكنبقى نقول لكم عاوني في قناتي راه هذا راه هذا، لان ربي اللي عالم بشنو كل واحد فينا والضر ديالو. هادشي البنات واحد البروس ديال 2020، بروسي ديال 2020 ما مخلصش معت من 2019 كاع، قال لي السيد وعلى وجهي مسكين ردوا البارح بعدا حيدو، كان غادي يمشي قلت له عافاك اخويا ما تحيدوش غدا وغادي نشوف شنو غندير، قلت له راه دوك الفلوس باش غناخذ الحولي وكنجمع عليهم وهذا، راه غادي نشوف اش غادي ندير، راه ملي غتاخذ من داك المبلغ راه اش غيبقى، باغي يبقى والو. المهم مشيت دابا هانتوما، راه مشيت البنات بعد معاناه، قلت لهم زعما ديروا معايا غير الطريطات، راه دابا انا ما حدي ساكنه، راه قال لي ما يمكنش، قال لي حيت لي زانتيغي ماشي بحال الظلمه، لي زانتيغي بوحدهم خاصك تخلصيهم في خطره. في الاخر ما داروا معايا واحد المزيان، واحد السيد مسكين وواحد البنت ما كيعرفوني متبعين ديالي، داروا معايا في الاخر انني عطيت غير هاد 30000 ريال، واخا راه عتيره بحال البنت عطيت طرف من لحمي، لان هاد فلوس بنتي هادوك، وكنت باش غنفر داكشي باش كنت غنكمل باش غنفرحها، داكشي كنبقى نشوف بعض المرات. الحمد لله كل الحمد لله ما نقول حتى شي حاجه، الحمد لله صافي. هانتوما كنوريكم شحال خلصت، ونوريكم النهار ولا دات بالضبط، نهار 12 يوم في شهر 6 2024 جات بلا ربعه البنات، هانتوما باش كلشي يكون موثق. انا غنحيد البنت غير السميه والكني ديال مول الدار، غنحيدها بسميتو باش ما تبانش وصافي. كنوريكم انا خلصت 1500 درهم وبقات 1062 درهم، صراحه ما نقدرش البنات نخلصها، ما نقدر نكذبش عليكم، صعيب عليا، لان كانت 2500 درهم، قولوا 51000 ريال وجوج دراهم، هذا قال لك بروسي في 2020 2019. المهم ما بغيتش نقول شنو السبب ديال هذا البروسي، المهم شي حاجه مشيت تما صافي، واخا انا عارفه هذا الفيديو غيوصل لان كاين اللي كيوصل الهضره تبارك الله ما شاء الله،
كان حيت الفيديو من هناك يهزوك يقول لها شوفي راه قالت لكم البنات ما قدرتش مازال نصبر تنمشي للدار شوفوا وجه البنات بالحبوب بعدا ما خصنيش نخرج في هذا الوقت ولكن البنات ما كاينش اللي يقدر الاغراض ديالك والو عرفتي كلهت جيت البنات نشرب واحد الكويس ساعتي سولت هكا الناس في الطريق تمشي بلاصه نشرب فيها شي كويس قال لي جي هاد البلاصه هادي ما عرفتش المهم البنات سميتها اوكي شاف ولا ما عرفت بغيت غنشرب اتاي ما يمكنليش البنات نمشي حتى للدار غنسخف صافي كنترعد حيت وليت كنقول لك ما فيا السكر ياك كنترعد كنترعد بغيت غنشم غير خبيز ولا شي حاجه خديتها البنات من عندهم كيبيعوا خبيزات بحال هكذا وبريد ديال اتاي كليت نعتق الروح داز الصراحه اليوم عندي البنات نهار طويل بزاف تفضوا من كيتش على هادشي تفضوا البنات الحمد لله على كل حالتي خير البنات يلا دابا دخلت للدار بعد نهار طويل اختي قلت لكم من 7 الصباح وانا خارجه بزز باش حليت المشكله البنات بزز باش حليته ولكن في الاخر المهم حتى خرجت الفيديو راه غادي تفهم المهم غتكونوا اصلا فهمتوا كلشي في الورا كون وريتكم كلشي وهضرت معاكم في كلشي هنا البنات جيت تخيلوا يلا غنعاود نفطر حيت كما شفتوا في الاول خديت غير بريد ديال اتاي صراحه غير بحال لاس ديال داك الجوع وصافي حسيت براسي غنسخف الله يستر قلت غادي نطيح لو ما ناخذ كبريد ديال اتاي ولا شي حاجه نطلع بيه المزاج كيفاش كيقولوا صافي الفراش راكم شفتوا حتى الفراش عليه فاش نعسنا فقت الصباح قلت لكم البنات ما درت والو حيت كتكون نوبه ايوا اختي خرجنا تقريبا مع ديك 7:30 ولا مع واقيلا 7:30 ولا مع تقريبا 8 خرجنا حيت النوبه يا البنات النوبه ما كاينش فين تحط رجليك وبنتي كان خاصها ترجع للمدرسه فهمتوا اليوم الاربعاء خاصني ندي بنتي المهم اليوم الاربعاء خاصني رجع دابا للدار غادي نديرو شي فطير هكا نعقلو عليه ايوا اختي نفطرو على خاطرنا والغدا راه يحن فيه مولانا نشوف شنو غندير الغدا عاوتاني بعدا قلت اول حاجه نجمع البنات البويد فين كنجلسو فين كناكلو فين كنشربو ضروري اختي خصو هكا واحد الشطيبه لان كيما قلت لكم غير فقت الصباح لبست جلابتي فيقت بنتي مسكينه من النعاس عرفتي طيرتها عرفتي تخلعات ما خليتهاش تنعس وما تقدرش نخليها بوحدها في الدار صراحه ايوا اختي وصلت واحد الهديه اليوم الصباح عرفتي طيراتني من الفرحه نشارك معكم هكا واحد الحاجه وصلتني المهم ماشي وصلتني جابت لي واحد المتبعه مسكينه كتبغى تجي اليوم تشوفني راه جات دابا يلاه خرجت ما بغاتش تجلس للفطور والله الا قلت لها جلسي للفطور جمعت البنات الفراش دابا جمعت الفراش هكا فين نعسنا وداك الشيء راكم شفتو غسلت وجهي حيت دايره معايا البارح غادي تجي ولكن انا قلت لها ما تجي هكا للفطور ولا الغدا ما بغاتش البنات جات زربانه والله الا بالوقفه ومشات بحالها مسكينه لا تدوني شي حاجه ناقصاك هكا في دارك شي حاجه هكا محتاجاها بزاف بزاف والله البنات ما بغيت فلوت ليها لا وهذا وهذا قالت لي غير قولي دوني قالت لك دابا علاش ما بغيتيش تقولي قلت لها الصراحه مونيكس اللي كانت عندي خسرات ليا قلت لها مونيكس اللي كانت عندي ماشي خسرات ليا البنات تهرسات ليا المهم عرفت واش باقا كاتبه ولا تهرسات ليا فرمدان واخرى تحرقات ليا كانوا عندي جوج ايوا اختي مسكينه جات دابا راه جابت لي الساشي ديال هذاك الشيء الله يكبر بيها شكرا ليها بزاف 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 قالت لي بغيت نجي غير نشوفك قالت لي ما نقدرش نجي وندخل للدار ديالك ويدي خاوين قلت لها جينا غير انك دخلتي عندي انت بوحدك راه هذيك بحداتها راه نعمه كبيره والله واخا بقاتني في واحد الحاله ماشي هي هذيك وظروفها ماشي شوفوا الظروف النفسيه والصحيه ولكن الحمد لله على كل حال مسكينه ان شاء الله عوضها في ساعه الخير وغادي نبارطاجيها معكم وعرفتي مع سبحان الله غير خرجت بغيت نوريها لكم باقي البنات ما اكتشفتهاش كيفاش دايره شتها انا غير من هنايا ما عطاتها لي حطيتها وبقيت كنهضر معاها حشومه البنات انا بقى نقلب في الكادو والسيده جايه تشوفني صافي تتخرج قلت ونقلبها مباشره معاكم وباقي البنات ما عمرتش اتاي لا غنعمر اتاي بسم الله توكل على الله سبحان الله البنات ما هذه مسكينه شوف اول حاجه البنات كاينه هذا الدفتر هذا كتوريك زعما كيوريك داكشي اللي فيه المعلومات وداكشي باش ما غاديش نزر نطول لكم الفيديو هذا بين غيكون الكاس هذا الكاس هذا البنات الكاس ديال العصير صراحه ما كانش عندي اللي كان عندي البنات تهرس لي من هنا كله مشى عاد فين هو بغيت نوري لكم هذا ولكن ما كاينش فينك فينك يا الكاس ما كاينش مهرسة البنات تضرب لي من طاح لي في رمضان صراحة بنتي كنتي تهرس لك انت ولا انا الكاس العصير اللي كنتي اللي مهرس اللي طاح لي تهرس طاح لك انت ولا انا ما عقلتش واش هرستي انت ولا انا وقيلا انت هذا انت اللي
هرستو ليا بنتي في رمضان ما عرفت كيفاش وقع له هو يطيح و زلق لي انا يديها وشات لي هاد الشيخه. اه كانت كتعاوني في المواعن ماشي مشكل. هانتوما شوفوا البنات هذا زوين هي عرفتي داك لي مسكينه دوني شي حاجه خاصك بقى لي محتاجه تكملي بها كلشي حاجه في دارك اللي ما عندكش. هي انا جايه بغيت نجيب لك كلشي حاجه معايا. شوفوا البنات هذه الله يعطيها الخير مسكينه الله يفرحها. ما عرفتش شنو هي هذه دابا نسولها هذه ما عرفتش البنات شنو هي هذه لقيتها معايا ما عرفتش والله ما عاد شوف ايوا اختي الله يعطيها الخير سبحان الله ولا كنت غادي نشرب ان شاء الله الشهر الجاي غنتخلص غناخذها. ايوا سبحان الله العظيم شوفوا قال لكم تمشي من الشكل الله وما تاخذ غير اللي مكتب لك الله. هذه ماركه ديال كنز كنز ولا بعد كنز المهم ايوا البنات راه كتبان زوينه وماركه ماركه ديالها زوينه هانتوما باقا اختي التيكيته ديالتها كلشي واختي الله يعطيك الخير الله يفرحك صباح زوين. هذا اختي صباح الهدايا وصباح الفل وصباح الياسمين صباح صباح الكادوات وصباح المفاجات. عرفتي شحال زوينه تفيقي من النعاس وتلقاي كادو يجيك كادو راه شي حاجه عظيمه الله يكبر بها ويخليها البنات ان شاء الله يفرحها بهم. هذا البطا ديال العطريه كيدير هكا عطاكو شنو شنو هو اللي عندها كنت غادي تخبطي لا لا وهذا عاوتاني البنات ما كتخشى بحال هكا شفتو لا واخا تخبط ما غيوقع والو كان عندي عندي كوزينه قصيره كي عندي وهاتي البنات اختي كنتخيل راسي كنطحن ها واحد ها زيرو اختي دابا مكاين غير العواصر قولي لي شوفي ها نهار الكتاب الكتاب انا دابا نرد هاد الشيء لبنات الكارطون ان شاء الله و نكمل معاكم ان شاء الله الفيديو كنتو معايا صحاباتي يعني. واختي بالفرحه ديال المونينيكس اختي فرحانه طيرتني بالفرحه ونساتني همي ونساتني كاع داكشي دز عليا اليوم والله يعطيها مسكينه الخير والله يفرحها. البنات الصباح ملي فقت غسلت غير وجهي عادي ومع العلم درت غلط كبير حيت كتقول لي قالت لي الطبيبه ما تخرجيش الا ما غسلتيش وجهك بهذا هاد الغسول ديال الوجه والو. انا بديك الخلعه خفتهم يجيو يديو لي المكانه قبل حيت قال لي توصل ل 10 غنجيو نديوها لك. كيهضر معايا بحال ديالتي في الاخر ملي اكتشفوا مساكن انها ماشي ديالتي قال لي ما كانش عليك تخلصي لان ما عندكش علاقه اللي خصك تحمل المسؤوليه هو مول الدار. ولكن قلت ليه دابا المهم نسكت حسن ليا ياكو. البنات يلا غادي ندخل نغسل وجهي بالغسول. غسلت وجهي اختي لابابو اختي ماشي ديال غسلت الوجه مع ديال المواعن زائد انه كيسرد لي حوايجي مع كيهود الماء لتحت. اختي غسلت وجهي هنا غندير كلشي هنا غنغسل وجهي هنا وغادي ندير المرطب وغادي ندير واقي الشمس كلشي غادي نديرو ان شاء الله معاكم. مولفه الصراحه بهاد اللقطات بحال هكا في شكل ولكن اختي انا بغيت نوعر شويه بغيت ندير راسي واعره معاكم اليوم. اما مولفاش كندير معاكم كنقول في عقلي فين هو بابو الزوين اللي غنبارطاجي معاهم كنغسل وجهي وفين هو. ولكن اختي انا غير بنت الشعبانه بحالي بحالكم كنغسلو في البانيو وكنعومو وكنسخنو المقارش عادي جدا ماشي شي حاجه زعما اللي عيب ولا حشومه ولا حرام. انا حطيت الفطور غنفطرو ياكو حطيتها بنات خبيز نقصي شويه ماما حطيت خبيز ديال محراش وحطيتها بنات الحريشه هذه كانت عندي من البارح سخنتها اختي عمرت بريد ديال اتاي اختي من نعناع وكوكوك منعنع اختي هاد البريد اختي كيقدني بركه كنشرب منه كيقاو وكيشيط من الفوق شويه ديال الكوفيتير شويه ديال الزبده واخا البنات راه كتجوي مابقاش تاكل الزبده راه كتاكلها بنتي انا مابقيتش كناكل الزبده على قبل الحبوب حيدتها كناكل الكوفيتير صافي وزيت العود حتى هي كنحطها نسيتها. وشوفوا الحمقه ديال دنيا اختكم دنيا الحمقه حاطه حدايا مونينيكس وكنشوف فيها بالفرحه كندوز بها الفرحه عرفتي ساليت معكم التصوير ديالها وكنعمر فئاتي وكنعاود نشوف فيها. يلا شوفي اختي انا كنفرح البنات باب ابسط ابسط الحوايج ودابا هادي كي لاجو حيت كيقول لي زدتي فيه هو صافي غير شوفوا البنات انا كنفرح حتي مسكه مسكه كنبقى ناعسه ونفيق ونقلبها اللي بحالي تقول لي راه بحالك نوض كنعس نعاود نفيق نقلب ويجيك الحاجه بالصح ديالتي ولا غير كنت كنحلم ملي كنلقاها كنقول الحمد لله. دابا هاد مونيكس هادي اليوم ان شاء الله بالليل غنبدا نحلم وغنوض الدار نقلب فيها خصني نحط حدا راسي باش نتاكد انها راه ديالي بالصح حيت انا اي حاجه كتفرحني وباش تعرفوني راني فرحانه بها حطها حدا الفطور هانتوما باش نفطر وندوز بها. صافي اصحاباتي ان شاء الله غادي نفطروا والفيديو الصراحه ما غنوعدكمش شنو فيه ما عرفتش المهم انا غنبقى غاده مع الفيديو اللي كانت ان شاء الله نبارطاجيها معكم. ما تبخيش عليا اختي واحد اللايك دخلتي نفكر كي وصلتي لهاد اللقطه هادي ما تنساش تخدوني واحد اللايك واحد البارطاج للفيديو والقليبات هكذا والتعاليق يكونوا زوينين راه كنقرا تعاليقكم كاملين محفزين هما اللي كيخليني نستمر وكنصبر لبزاف الحوايج الحمد لله. وما نكذبش عليكم ترقانات هالبنات كتفوج عليا شويه كنعيش ظروف قاسيه ما نقدر نقول والو ولكن بالقناه وبالتعاليق انتوما كتفاجئوا عليا بداك الكلام الزوين كنقول شوفي الناس راه حتى هاد الناس اللي كيكتبوا لي تعاليق راه
عندهم مشاكل، ولكن شوفوا الطاقه الايجابيه وكيحاولوا انهم يعطوني واحد الطاقه زوينه وكيديو الاجر فيا، فعلاش انا ما نكونش بحالهم؟ كتعطوني بس الطاقه وكنستمد منكم الطاقه الايجابيه. الله يكبر بكم كل اخت في القناه، سواء صغيره سواء ام كبيره، كلكم جزاك الله كل خير على ما كديروا معايا، بالقلب الطيب ديالكم كل حاجه درتوها معايا لحد الساعه كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف، وحتى الدعم ديالكم كنقول لكم شكرا. الناس اللي كيدعموني اللي ما كيدعمونيش، اخي دعميني، اخي دعميني ان شاء الله غنعجبك وغادي ترتاحي ليا من بعد ان شاء الله. اللي ما كترتاحش ليا دابا دابا ترتاحي ليا، غير فهميني وبقاي غادا معايا شويه بشويه غتفهموني كاملين. يلاه ان شاء الله تبارك الله عليكم بنات. المهم ما بقيتش بنت معاكم، دايره هذا ستره ديال راسي، كنلبس هاد البيجامات اللي كيكونوا مستورين، ماشي مستورين، ما عرفت هاد البيجامات كيكونوا لاصقين بشكل. قلت لكم اسمحوا لي، يلاه غنبدا الناس كيتقادوا قبل الفيديو. سبحان الله انا كنتقاد حتى كندخل الفيديو، علاش كنتقاد بلاتي؟ قلت لكم بصراحه انا بقيت بنت معاكم، مع تيرا مشى تغدينا درت غير اللي قسم الله بحال هكا، صراحه ما درتش غدي ولا زعما تستاهل نشاركها معاكم، داك الشيء بسيط. تغديت انا وبنتي، مشات بنتي للمدرسه اليوم انا اربعه، مشات مع الوحده ونص، رجعت دابا مع سته ونص، عادش ما صورت والو، بقيت غير جالسه قلت لي واحد العكز ما درت حتى شي حاجه. ودابا صورت لي حفيده قالت لي واش انت في الدار، قالت لك باغا بغيناك فواحد الحاجه. المهم ما عرفتش خير وسلام. اش غنقول لكم البنات، وقلت اجي بغيت نهضر فواحد الموضوع مهم عافاكم البنات، راه ماشي انا كنتشكى، خلينا غنهضر عافاكم. الله يرحم ليكم الوالدين، الله يفرحكم في هاد العواش، الله يعطيكم وتشوف خاطركم. بغيت نهضر معاكم، بغيت نقول شنو في القلب ديالي، حيت بصح كنتضر من شي حوايج كنشوفهم بعيني كيوقعوا. هانتوما غتفهموا شنو ضرني وشنو اللي خلاني درت هاد اللقطه هادي، غادي نديرها مع الفيديو باش تفهموني. انا البنات عندي صحاباتي كيبغيوني، باغيين يشوفوني في احسن مستوى، بغاوني نحسن من المعيشه ديالي، كيكتبوا تعاليق زوينين، كيكتبوا تعاليق ديال وقفوا مع دنيا غير في القناه ولا هذا ولا هذا. كاين بعض الناس ما كيحملوش داكشي، كيقولك علاش دنيا بالضبط. حتى انا راه واحد الوقت ما كان كيعاوني حتى واحد وكيعاوني ناس اخرين، علاش ما كنتش كنقول لهم علاش فلانة بالضبط وانا لا، علاش هذيك درتو ليها وانا لا؟ انا ما كنديرش هذا الشيء، لان الله الرزاق هو راه سبحانه وتعالى، وانا كنتسنى القناه ديالي وكنضرب عليها تماره واخا طاحت دابا، ولكن المهم كديري مجهود، ما كتبقاش غير جالسه ولا غير كنصور لكم فواحد اللقطه في شي حيط، المهم كندير مجهودي كامل. كاين هاد الايام شوفوا هاد الناس كيجيو من واحد القناه، ديك القناه مسكينه ما غاديش نقول لها هي اللي صيفطتهم، لا ديك القناه ما عارفه والو، حتى انا كيديروا الفتنه بيني وبين بزاف د الحوايج. كيجيو من ديك القناه كيدخلوا عند واحد التعليق ديال واحد السيده اللي هي في مرتبه الام ديالي، كتكتب لي داكشي زويون، ايوا علاش هادي عاونتوها، واحد فلانه راه مطلقه وعندها جوج بنات ومكافحه، ما هادي غير سعايه، وباش انا عرفتي انا غير سعايه؟ باش عرفتيني علاش تديت الاسم ديالي؟ راه في دوك التعاليق ما نهزهم ونحاسبكم عليهم، دخلوا تشكروها هي وانا دخلت عيرنا، ديال قله الادب وحشومه وعيب وعار، وقلت الطراب لان هاد الجوجات باغي يديروا الفتنه كنلاحظهم، راه حشومه وعيب وعار، ما كتعرفوش انا شنو النيه ديالتي مع اي واحد. انا ماشي من الناس اللي كنقطع العلاقات، انا هاد الناس اللي قلتوا لي راه كنت بغيت ندير معاهم علاقه، كنت بغيت وجاوا لكازا وبغيت نصور معاهم، ولكن كل واحد كيختار الطريق اللي هو باغي. علاش كتبقاو تضربوا في الانسان؟ وانا مثلا ربي سهل عليا، ومثلا واحد الانسان لا، هذاك راه غير زهر. دابا انا كنشوف بنات ربي سهل عليهم في اليوتيوب، علاش ما نقولش انا هي وانا لا؟ ربي زهرها مكتوب ليها الله، انا باقي ما وصلتش وقتي باش تانا يرزقني الله سبحانه وتعالى. علاش ايوا هذه الاخرى؟ المهم ما عرفتش شكون كيقول، ما عرفتش شكون هي، باعت حوايجها حتى انا راه بعت حوايجي، حتى انا نعست في الزنقه، حتى انا تكرفصت، حتى انا داويا ماكرا ديال الضو، انتما شفتو كلشي في الاول فيديو، داويا ماكرا ديال الضو، هذاك الشيء اللي كنت عندي شي بركه، وهذاك الشيء اللي غادي اللي كيكمل الحولي حيدته منها بحال ما بقى والو، حتى انا ربي اللي عالم بيا. ولكن بغيت كنضحك كنشوف ان الناس باغيين الطاقه الايجابيه، بلا بغيت الشكر من غدا نبدا لكم راه ما نساليش، والفيديوهات يطلعوا للفوق. ما بغيتش نعاود، هي حفيظه كتقول لي حتى واحد الفيديو بغيتش نحطه، نصور واحد الفيديو وقعت لي واحد الحاجه، دخل لي واحد الانسان للدار، واحد الانسان دخل وهجم عليا لداري، دخل عليا انا ناعسه في داري، كتكوني في دارك لابسه حوايج ديال الدار، دخل عليا واحد الانسان انا ما رد دابا بحال هكا، دخل عليا وكلشي بصوره وموثقه، ولكن في الاخر واش عقلي علاش غادي نتصدع الناس بمشاكلي؟ لان هادشي ما كيساليش، المشاكل ما كيساليوش من الحياه. ودرت القوانين ديالي ووقفت كل واحد عند حدو، ودابا اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الورقه ديال عدم التعرض وكلشي، وهذا الشيء فيا ما نطلع به واحد الفيديو، عندي مصوره كلشي، مصوره اي حاجه بالدلائل فيا ما نوثق داك الشيء. فالله يهديكم البنات، الله يهديكم.
هذيك الانسانه الله يسهل عليها ويعاونها، وانا الله يسهل عليا ويعاونني. حتى انا راه كنت حتى انا راه الزنقه، الا كانت شي حاجه كتشوف الزنقه تنعسي فيها، راه الا جاتكم الزنقه سهله ان الواحد ينعس فيها ويتوسد الارض ويتوسد السماء وتغطاو السماء، الا كانت هذه سهله بالنسبه لكم انتم تعرفوا. ادوزنا شي حوايج اللي الكارطون ما كنلقاش، الكارطون اللي الناس كينعسوا فوق وحنا ما كنلقاوهش. نعسنا في الزنقه، بنينا في الزنقه، سكننا في ميكا، كلشي درناه، كلشي دوزناه، وباقي لحد الساعه فين انا وصلت؟ انا فين وصلت؟ شنو عندي؟ انا ساكنه في ديور الناس. غدا غنخوي لك اللي قالك الضيف كيبقى غير ضيف واخا يسكن الشتا وصيف. انا غير كان يعني نص نهار غادي نهز حوايجي غنخرج. انا راني من غدا راني متعرضه للتشرد انايا. ما عندي بارطمون، ما عندي طوموبيل، ما عندي اموال طائله في البنكه. البنات اللي كينصحوني هو دنيا عافاك، ولي مثلا مابقيتش تاكلي كلشي اللي طرفي شي حاجه، ولو غير 500 درهم طرفيها و 500 درهم كوليها، راه الوقت والزمانه دوني تقدري تمرضي، تقدر تمرض لك بنتك. الله يهدي ما خلق. اخر مره شرق بحال التعاليق عندي في القناه، وحده قالت لها هذيك راه مكافحه وعندها جوج بنات وفاعله، وهذيك راه فاعله وكتعاني وكتسب فيا بالشتم، السب والشتم. راه ما نسمحش بهذا الشيء في القناه ديالي. سباتني وقالت لي السب والشتم، وملي مشيت قلبت لقيت عندك الانسانه كتكون في ديك القناه كتعلق فيها. وحشومه تعلقت ما بزوج عندي انا، علاش بغيت لكم المتبعين ديالي يكتبوا داك الشيء عندك؟ انا من الناس اللي جاوا عندي شافوني، خالتي ليلى جات شافتني في الدار، ماشي غير مشات معايا تشطات معايا الطريق، شافت كلشي بعين على، حيت انا ما كنكذبش، انا واقعيه واللي كاينه كنقولها. وسمحوا لي بزاف بزاف بزاف، حيت كان عرفتي ضرني خاطري وبكيت اصلا، وهاد التعليقات ملي كشفت شوكاني، لان الانسان. وحده قالت لك علاش ما تمشيوش تعاونوا هذيك، نتوما محاضرين غير دنيا دنيا، كتبقاو تكتبوا لها الكلام الزوين. سير عند تما لقات عليا الظلمه، رديت انا راه بست لي يدي باش رديت الموضوع، حتى انا راه قداو لي المكانه قدام الناس وكلشي كيشوفوا، الجيران كيشوفوا، وتا واحد ما قدر يهضر، لان في هذا الوقت المهم بزاف الحوايج بات واقعين. قلت لكم دخل عليا واحد الانسان للدار في بلاصه ما يوقفوا معايا، انا واقفين مع داك اللي دخل عليا انه درويش ومسكين وهذا، وانا اللي تظلمت، حتى واحد ما وقف معايا. بزاف الحوايج بات كيوقعوا عليا، ولكن كنقول الحمد لله المهم المصاب. وما بغيتش نوصل لهادشي ديال الشكاوي، ولكن كان خاصني نهضر لان صافي عييت بارك. المهم بس نتوما ان شاء الله معايا، غتجي حافظه عندي نشوف شنو، ما فهمت شنو بغات والله، زعما شنو غادي نديرو، حيت قالت لي المهم قالت كان حنا جايين غتفهمي. يلا صحباتي ان شاء الله انتم معايا، وسمحوا لي بزاف بزاف، راه الانسان اللي كيبغي يقطع لك رزقك كتبقى ميت كاع. علاش هذه كتقولي لها هذا الكلام الزوين؟ علاش هذه كتفعلي ليها؟ وعلاش شنو دابا؟ انا تخيلوا انا نمشي ندير فوق كونت وندخل واحد القناه ونقول علاش كديري، راه حشومه عيب، راه عيب وعار، راه هادشي غادي يقول انا حسبي الله ونعم الوكيل في هاد العواشر وفي هاد الايام المباركه عند الله وعرفه، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني وفي اللي كيحفر ليا. راه نتوما كتحفروا ليا ربي كياتيني بالخير، ها نتوما كتحفروا ربي جاب لي مونيكس، نتوما قبيله متبعاتش عندي. قالت لي شنو خاصك ديك المره؟ جابت لي سكين مونيكس باش تعرفوا ان القلب هذا 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 خصو يكون بيض. ما بقاتش في الضحكه وفي التمثيل ديال برا، بقات هنا. اما برا راه ساهل تجسدي واحد الشخصيه ديال انك درويشه. الناس بالسلامه عليكم، المهم نتلاقاو.